السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم مزيانه وصحتكم مزيانه. غبورات هذه، غبورات غبورات غبورات، يا زمان يا رحمن. ايوا الحياه الدنيا، هادشي اللي غادي نديرو ما عندنا ما نديرو. امركم هنيه، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم مزيانه وكل شيء مزيان. اليوم ان شاء الله جيت نبارطاجي معكم واحد لاله مولاتي لا غوسيت. يا سلام. اليوم غنديروا في قرصات حارين، كيجيو كيهبلوا وسريعين وخفاف، ومنهم ما كاينش ما احسن. كما غادي تشوفوا، هادو هما المقادير اللي حاطه لكم هنا. عندنا نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزبده، نقولوا واحد تقريبا واحد 50 حتى 60 غرام ديال الزبده، الخميره معجونه، جوج فرماجات، بيضه، دقيق على حساب الخليط، على حساب الموز زيت غادي نجمعوهم، تقريبا كيهز حتى من 450 حتى 500 غرام ديال الدقيق. عندنا تحميره، البصله بودغ سودانيه، لا موطارد، مليحه لبزار، وهذا هذا يا البنات هو السر ديال اللذه ديال هاد القرقصات. هادو كيجيو رائعين. انا ماشي من النوع اللي كيخدم هاد الدويمات، ولكن جربتهم صراحه في هذا وجاو رائعين، وخرجت شريتهم على قبل هاد الفقيقصات هادو، لان اصلا ما كناكلوهمش دائما. المهم، هذا نص كنوره ديال البقري، نص كنوره ديال البقري كتجي خطيره البنات. غادي تحكوها في الحكاكه، اولا هكذا غادي تطلقوها في الحليب منين تكونوا غادي تكبوا الخليط كامل. صافي، دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه البنات، غادي نديرو الحليب ونديرو فيه الخميره المعجونه باش كتطلق لينا. قياس واحد المعلقه كبيره، لان دابا كاين البرد. غادي نزيدو الزيت وغنزيدو الزبيده، غتكتل لكم شي مشكل، لان نورمال الحليب بارد وهي سخونه غادي تكتل. غادي نزيدو البيضه، غادي نضيفو العطريه كامله. اذا كنتو بوحديكم ضيفوا كلشي، انا هنا غادي ندير جوج كويرات، كويره لوليداتي وكويره ليا، حيتاش انا من العشاق ديال الحار. غادي نخلط هذا الشيء مزيان. نزيدو الدقيق، يعني طريقة سهلة 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 جدا. العجينة كما قلت لكم البنات، شوفوا كتجي لينة جدا، يعني عاطية الطوع لواحد الدرجة اللي باينه. غنخليها هكا، هذه اللي يلاه خدمت غنخليها ترتاح، وهذه اللي حطيتها قبيله غادي ندوز ونصايبها حليبلات اولا هكذا دي باطوني باش نديرها في الطاوه. وهانتوما معايا تشوفوا الطريقه. هانتوما البنات كيما شفتو، هادو هما الحليبلات اللي درت. درت هكذا شويه ديال التساع بيناتهم لانهم كيتنفخوا. دابا غادي ندخلهم للفران، ندير نفس الطريقه للحار ونرجع لكم منين نبغي نقطعهم. صافي البنات، كيما كتشوفوا ها هو باقي خضر، ياك كديريه نص طيبه غير حتى كتشد العجينه ما تبقاش تمسك، ومن بعد كنشدوه وتنبقاو نقطعوه
هكذا بالمايل باش كيجينا متيول. صافي البنات كنبقى بهذه الطريقه ليهم كاملين، وفي الاخير كنطلق بحال هكذا باش يجيو كلهم هكذا، وكنشعل الفران من الفوق ومن التحت واحد 180 او 200 درجه. صافي كيطيب مني سالي ونوريكم النتيجه.